لقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته مرارا وتكرارا بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة والخلافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من بعده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل، وأرفع أسمى آيات العزاء مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى شهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي الأمة الإسلامية بشهادة نبي الرحمة، نبي الأمة، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أرواحنا والهة، ودموعنا هاملة، وأكبادنا مقرحة، نستقبل ذكرى رحيل نبي الرحمة وشفيع الأمة الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله سبحانه وتعالى منقذا للبشرية، واختاره من بين الرعية ليكون هدى وذكرا ونورا، واصطفاه لتبليغ الرسالة السماوية. واجعلنا الله من أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ومن أنصار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام باستشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اللهم لا تجعلنا من الذين ينقلبون على سيدنا مولانا رسول الله ولا على الأمة عليهم السلام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وثبت جميع الأمة الإسلامية، واجعلنا من شفعاء محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم الله أجورنا وأجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع اسم آيات العزاء لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بشهادة جده النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعزي أئمة الطاهرين، ونعزي المراجع العظماء والأئمة الإسلامية جمعا بهذه المناسبة الأليمة على قلوبنا، ونسأل الله أن يحشرنا مع محمد وآله الطاهرين. عظم الله أجرنا وأجوركم.